بكثير من الوفاء والإيمان، تجمع آلاف المسيحيين من الأرض المقدسة في حيفا يوم الأحد السابع من أيار للمشاركة في طلعة العذراء والصعود إلى جبل الكرمل سيراً على الأقدام. واستقطبت هذه المناسبة المسيحيين من مختلف الأجيال بحضور عدد كبير من الأساقفة والكهنة ورجال الدين. Questa processione è un evento aspettato da tutti noi, quelli cittadini di Haifa. هذا الموكب حدث نشارك فيه نحن المواطنين من حيفا، ففي الأحد الثاني أو الثالث بعد عيد الفصح اعتدنا على المشاركة في هذا الموكب التقليدي منذ أن كنا أطفالا، وقد شاركت فيه مع الرعية أو من خلال الكشافة. ويعود هذا المظهر الديني إلى عام 1919 بعد أن وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها. حيفا era esposta a molti bombardamenti perché era l'unico porto valido. كانت حيفا عرضة للكثير من التفجيرات أثناء الحرب لأنها كانت الميناء الوحيدة في هذا الجزء من الشرق الأوسط، وبفضل الله لم يحدث شيء خلال الحرب. وتقديرا لمريم العذراء وللرب في المقام الأول، نقل التمثال إلى إحدى الكنائس هنا إلى مكانه الأصلي. وتعبيرا عن الامتنان لهذه النعمة، تقرر الاحتفال بهذه الطلعة الشهيرة برفقة سيدتنا العذراء إلى جبل الكرمل. وطوال ثلاث ساعات من السير على الأقدام بمشاركة الكشافة، تليت صلاة المسبحة وغيرها من التراتيل المريمية، وجرت العربة التي كانت تحمل تمثال العذراء خلال هذه الرحلة. والناس كتير فرحانة زي ما شفتوا، لأنه كتير مهمة هالطلعة بالنسبة للمسيحية، هي كأنه فخر كبير أنه يرجعوا العذراء على ديرها كل سنة، وكمان فخر أنه نكون مسيحيين بيحبوا يعبروا بهذه الطريقة عن محبتهم لمريم العذراء ومحبتهم ليسوع. بيشاركوا بكل إيمان، لأنه حلو أنه نفكر أنه لقاء العذراء أو مساعدة العذراء اللي كان بالزمانات بال1919 مش إشي كان بحد ذات لحظة وانتهت. العذراء مرافقتنا بدرب حياتنا، بكل دقيقة هي موجودة. وتميز الموكب التقليدي هذا العام بالصلاة من أجل السلام. quest'anno in modo particolare questa salita. الموكب هذا العام له صلة خاصة بالذكرى المئوية لسيدة فاطمة، فهناك طلبت مريم العذراء الصلاة من أجل السلام، وهذا ما فعلناه اليوم. تضرعنا إلى الله من أجل السلام في الشرق الأوسط وسوريا ومصر والعراق وهنا في الأرض المقدسة. E per il nostro paese, la Terra Santa.